القرض الفلاحي للمغرب كيسهلها عليكم. بفضل تطبيق حسابي القرض الفلاحي للمغرب يمكن لكم تفتحوا حسابكم عن بعد وتسجلوا في مجموعة ديال الخدمات اللي كتناسب كل واحد فيكم. حسابي كيمكنكم تتعاملوا مع البنك ديالكم بسهولة بسرعة وبكل أمان. ما تسنوش بزاف، تليشارجيو تطبيق حسابي واستفدوا من مجموعة من المزايا وعروض تخفيضية. للمزيد من المعلومات دخلوا الموقع www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 لاروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أهم الترتيبات والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء القيام بزراعة الشمندر السكري، وغادي نقدموا نصائح عامة كتخص هذا الجانب من الزراعة. فراه كيتعد الشمندر السكري من المحاصيل السنوية اللي كتزرع في الفترات مختلفة من السنة، وتم إدخالها للمغرب سنة 1963، وهذا باش يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المادة ديال السكر. وكيتزرع بزاف ديال المناطق في المغرب اللي منها دكالة وتادلة والغرب واللوكوس وملوية، وكيبلغ معدل إنتاج الشمندر السكري حوالي 3.5 مليون طن، وكيتم تصنيعها في 13 معمل السكر لاستخراج 429 طن من السكر. برغم من التطور اللي عرفته تقنيات انتاج زراعة الشمندر السكري واللي مكنات من تحسين المردودية بشكل كبير، راه مازال كاين بزاف ديال الامكانيات اللي ما تمش الاستغلال ديالها. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه الشمندر السكري كيتعرض كباقي الزراعات لبزاف ديال الافات، واللي مصدر ديالها هو الارض وكتصيبو بشكل كبير لانها كتعيق النمو ديالو خاصة في المراحل الاولى. ومن بين هاد الافات كنذكروا الافات الحيوانية المكونة من الحشرات المضرة والديدان والحلزون والافات الفطرية والاعشاب الضارة. ففيما يخص الافات الحيوانيه راه كنلقاو الحشرات في المرتبه الاولى، ثم كيجي الحلزون، ثم الديدان، وكلها كتاثر على النمو العادي لهذه الزراعه. فعدد كبير من الحشرات الارضيه كتغدى على الجذور والاوراق ديال النباتات، وبالخصوص النباتات ديال الشمندر السكري، ومن اهمها الكلينون او ما يسمى بحشره الشيطان والسوسه ديال الشمندر، اللي هي واحد الحشره كتبان في شهر اكتوبر الى اواسط شهر دجنبر، وكتختفي تحت الارض ملي كتولي ظروف غير ملائمة باش تبان مرة أخرى. بالنسبة للوقاية اللي خاصة تكون متابعة من طرف الفلاح فيما يخص الشمندر السكري، فخاص أول حاجة دار هي الخدمة ديال الأرض مزيان، والسقا اللي يكون معقلا، واحترام الدورات الزراعية اللي هي التبرنيشة، وبالخصوص عدم زراعة الشمندر على الشمندر، وأيضا استعمال بذور مقاومة وتنقية الحقل من الأعشاب الضارة. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 لاروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. القرض الفلاحي للمغرب كيسهلها عليكم. بفضل تطبيق حسابي القرض الفلاحي للمغرب يمكن لكم تفتحوا حسابكم عن بعد وتسجلوا في مجموعة ديال الخدمات اللي كتناسب كل واحد فيكم. حسابي كيمكنكم تتعاملوا مع البنك ديالكم بسهولة بسرعة وبكل أمان. ما تسنوش بزاف، تليشارجيو تطبيق حسابي
واستفدوا من مجموعة من المزايا وعروض تخفيضية. للمزيد من المعلومات دخلوا الموقع www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.